مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد بيت القصيد. مرة أخرى نزور المغرب العربي من خلال شاعر مغربي يحن إلى وطنه وإن كان يقيم في بلد المغترب في أوروبا. من هناك معنا عبر سكايب الشاعر المغربي أحمد حضراوي، تحديدا من بلجيكا بروكسل تحديدا. مساء الخير أستاذ أحمد، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. مساء النور وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. نحن أكثر سعادة بتشريفك لنا وقبولك أو قبولك دعوتنا أستاذ أحمد. حبذا لو بإطلالة سريعة وبطاقة شخصية من خلالها تعرف السادة المشاهدين في المشرق العربي و كل من يحب أحمد حضراوي وكل من يحب لغة الضاد في مشارق الأرض ومغاربها بدقيقتين لو سمحت، ومعلومات لابد من معرفتها عن الشاعر أحمد حضراوي. تفضل أستاذ أحمد. كنت أتمنى أن تقدمني أنت، وأنت الشاعر المطلع يعني على شعراء العالم العربي، لكن يمكن أن أقول أن أحمد حضراوي هو مهتم بالقصيدة العربية ومهتم بكتابة الرواية، مغربي حاصل على دبلوم دراسة عليا في القانون، مقيم بلجيكا منذ 24 سنة، أشتغل في المجال الإعلام الثقافي تحديدا. أهلا بك أستاذ أحمد مرة أخرى، وخشيت أن يقال أن مصطفى مطر يقدم أصدقائه فقط وخير من يقدم نفسه الشاعر نفسه، وأنت لها ولا شك. أستاذ أحمد، عن الشعر بداية، ما الذي يمثله الشعر في حياة أحمد حضراوي قبل أن نذهب إلى الأسئلة؟ تفضل. أعتقد أن الشعر كان سقوطاً يعني غير مقصود أبداً، باعتبار أن دراستي كلها كانت دراسة قانونية، لكنني وجدت نفسي في الشعر منذ الصغر، كان شعراً يعني هاوياً، ثم حاولت أن أحترف من خلال الكتابة والقراءة خاصة لمجموعة من الشعراء الرواد. جميل. قبل أن نذهب إلى الشعر وأولى القصائد التي تود أن تشنف أسماعنا وتلهب قرائح الكثير من المشاهدين الذين يتابعونك ويحبون القصيدة العربية حينما تخرج من قلب وحنجرة مغربية، أستاذ أحمد، حبذا لو تطلعني عن رأيك ورؤيتك فيما يخص تجربة القيم، كيف للشعر أن يحافظ على منظومة القيم؟ لك أن تجيب ما تحب. تفضل أستاذ أحمد. يعني السؤال ربما كان سيكون تاما لو طرح، هل الشعر أداة لخلق قيم معينة؟ تستطيع لك أن تعده هكذا إذن، هل الشعر أداة قادرة على تخليق القيم وتثبيتها في نفوس وجدان الناس والشعوب عموما؟ نعم، وهل هو قادر أن يصنع منظومة فكرية على المستوى الفني؟ تفضل. أعتقد أن الشعر هو حمال مجموعة من القيم وحمال مجموعة من اللاقيم، هذا يعود إلى تكوين الشاعر، ربما النفسي، ربما التربوي، ربما الفكري، مرجعيته الدينية، رؤيته إلى الحياة، رؤيته إلى الآخر. إذا كان الشاعر ذا قيم فسينعكس على كتاباته، أما إذا لم يكن لديه إلا الشعر الفارغ، الشعر المتنطع في الرمزية، في الذاتية، في اللاشيء، فأعتقد نعم. أنه لا يمكن أن يكون إلا انعكاسا له. إذن القيم هي التي تجعل الشعر ممتلئا بحسب وجهة نظركم، أليس كذلك؟ ليس بالضرورة، لأن يمكن أن يكون مثلا الشاعر بدون قيم، لكن يمكن أن تكون القصيدة جميلة جدا إذا كان يمتلك نواصي الكتابة من لفظ ومعنى. جميل. الآن نريد أن نذهب أو أن تذهب بنا إلى أولى القصائد التي تود أن تقرأها وتلقيها على مسامعنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، إلى القصيدة الافتتاحية. لك المنبر أستاذ أحمد، تفضل. ستكون قصيدة عمودية بعنوان قتيل الحب. إليه إذن. في الحب أدرك أنني مقتول، فالقتل في عرف الغرام أصيل. جميل. ما إن زل مهدى أول خطوة حتى يقوم مهدهدا قابيل. من ذا يجاري الحب في ملكوته، من ذا يخوض وطيسه ويصول
حجج النساء عرفتها وخبرتها وكلامهن مع العتاب يطول. هدب تحرك في الصخور صلابة وتحيل في الشعر اللهيب تحيل وصف تخلل في الضياء سدوله وبكى فكان الدمع منه النيل. ما قد تعثر في هواه ملوعا وأبى التراب عليه حين يجول حملت سفوريا نحو بئر ظمائها وسفت برمل العير وهي صليل. فتكت بألف ضعينة عربية ومحت بها الآثار حيث تميل جنت بساقية الهواة خميلة رحلت على صبر الرحال تسيل كشذا نسيم حين يبعث نأمه والصمت في كنف الورود ذبول. ستجيء ساعة طفلة موهومة ويطل من خصلاتها إكليل تكسو الطفولة دمعة أهدابها شلال أرض الحزن فيه أفول مضغته قربانا كلعبة عيدها ما طال لكن ذكرها سيطول. ثعبان أوردة الوصال وحية مثلت بمسرحها وصفق جيل خرقته ألف رصاصة عربية والماء غسل دم تأوه فيل. ما مد آهات فوق عتاقها إلا وجرح الليل فيه جليل. حملته أسفارا بأسفار الهوى حطت إلى الهذيان وهو رحيل. فتقت قلوب الحائرين حياؤها قد غطها في بوحها ترتيل. كلمات هذا العشق تسفر في دمي والحزن في قاموسه مجبول. طوع الأنا طارت بمقلة عاشق سكبت كل سكوبها محمول. الشعر في تلك البلاد مزيف مهما يضوع بوجهه قنديل. والموت في ربع الشهادة سبة حتى الدماء إذا تسيل عويل. فاكفف أساك فقد بلغت صراطه إن الطريق إلى العذاب جميل. إن الطريق إلى العذاب جميل. لماذا جعلته جميلا يا أحمد؟ حتى لا يكون طويلا يعني. حتى لا يكون طويلا. هذه القصيدة التي تشبه المسح الضوئي على جراحاتنا وآلامنا الممتدة على طول الخريطة المبعثرة في هذا الزمن. أستاذ أحمد، ربما تقودنا قصيدتك إلى سؤال مختلف. كيف يمكننا أو كيف يمكن للشاعر، ولك أن تقول كيف يمكن للقصيدة، أن تبني الإنسان في أوطاننا المتعبة؟ هل هذا وارد وممكن ومتاح؟ طبعا نحن متعبون ماديا، متعبون مادي معنويا، متعبون تاريخيا. نحن نحتاج إلى الكلمات، كلمات، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يغير هذه الأمة بعث إلينا كلاما هو قرآن. الكلمة الطيبة، الكلمة البانية قد تبني القلوب، وعندما تبنى القلوب تبنى الأفكار، وعندما تبنى الأفكار تتحرك الهمم لكي تبني ربما حضارات على الرمل. جميل. لذلك الشعر يمكن أن يصنع قلوبا محبة للبناء وليس للهدم. جميل. ربما تأخذني هذه الإجابة مباشرة إلى سؤال في عمق التجربة الذاتية. إلى أين تأخذك القصيدة حين يكون موضوعها إنسانيا وأحيانا قد يكون مؤلما؟ إلى أين تأخذك؟ هذا سؤال أيضا، لكن يجب أن يطرح على الشعراء المنظرين من للشعر. يأخذ الآخر إذن؟ من يأخذ الآخر؟ طبعا. أنت أم القصيدة؟ أم كلاكم؟ كما قلت، يعني هو سؤال يطرح على الشعراء المنظرين. هناك شعراء غير منظرين يكتبون القصيدة فقط. نعم. لماذا المنظرين؟ لأنهم هم الذين يقفون على المحفزات الإبداعية لخلق ما يسمى المعادل الموضوعي للكتابة. وهنا أقول على سبيل المزاح أنه لم تبقى هناك محفزات، بل أصبحت هناك تخندقات فقط. يا الله. الألم أنه الشمع التي تنير لأي إنسان مبدع، سواء كان شاعرا أو فنانا أو موسيقيا. نعم. هو الذي يبعثه لكي يستمر في طريق الأمل،
لأن الألم هو مرادف الأمل، تحرك حروف معينة أو تغيير ترتيب حروف معينة، لكنه يخلق معنى واحدا هو الطريق الذي يجب أن نكمله. جميل جدا أحمد، لك أن تكمل إن كان في الإجابة تتمة. أن هذا السؤال طرح على مجموعة من المفكرين، خاصة المفكرين الشعراء أو الأدباء، مثلا طرح على بودلير، طرح على إليوت، طرح كذلك في العصر العباسي الزاهر. جميل. لكننا اليوم نعيش في زمن آخر، ألا هو زمن الرقمنة. اليوم الناس تكتب لكنها لا تتألم، وهذا الذي يجعل القصيدة لا تصل إلى مستواها القديم. إجابتك موجعة على قدر ما فيها من التوضيحات لما يعتمل داخلك ورؤية تؤمن بها ويشاركك الإيمان بها كثيرون ولا شك. أحمد حضراوي من تونس، أحمد حضراوي من الجزائر، أحمد حضراوي من مصر، من فلسطين ومن المغرب أيضا، بيولوجيا أو نشأة أو ترابا ترى نفسك ابنا لكل الوطن العربي، هل هذا ما يحفزك على الكتابة، الشعور بأنك ابن لكل الوطن العربي وأكثر من ذلك؟ طبعا هذه الدول التي ذكرتها، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، حتى المسميات، نعم المسميات، هذه مسميات حديثة، نعرف أنها ظهرت مع سايس بيكو الحزينة. قبل سايس بيكو كان العالم العربي، بل كان العالم الإسلامي، كان العالم الإنساني كله جغرافيا واحدة. نعم. إذا لماذا نجعل من هذه المسميات حدودا نفسية إذا كانت هي في حد ذاتها هي خطوط وهمية لا توجد إلا على الخرائط، فلماذا نجعل منها حقيقة؟ الله عليك. لا بد أن أكون مغربيا، ولا بد أن أكون فلسطينيا، ولا بد أن أكون أندونيسيا، وأن أكون تركيا، وأنتمي إلى الحضارة الأولى. جميل. العريقة القديمة الجميلة، وعراقيا يا أخي أيضا، العراقي وعراقيا، كما ذلك ما أردت أن أقوله بالتحديد. جميل جدا يا أحمد، أنت جميل جدا. دعنا نذهب إلى السؤال بإجابة مقتضبة قدر المستطاع حتى نذهب إلى قصيدة ثانية. أحمد حضراوي، وبشكل مباشر وبكل صراحة، أكثر ما يحفزك على الكتابة في أغلب الأحيان، الباعث، الدافع، المحرض، أكثر ما يحرضك؟ أعتقد أن ما يحرضنا الكتابة هو تاريخ العربي الحزين، باعتبار أن كتاباته هي كتابات، يعني بكل تواضع، تستلهم من التاريخ العربي القديم، لأن التاريخ العربي القديم هو تاريخ حقيقة أنه تاريخ فيه أمجاد، وتاريخ فيه يعني فتوحات، وتاريخ عظيم إنساني، لكنه مليء بالجرح، مليء بالطعنات، مليء بالخيانات. يعني تاريخنا يمكن أن نختصره في تاريخ العراق مثلا، العراق الذي عرف الأنبياء، عرف نار النمرود، ولكنها التي كانت في حد ذاتها كانت بردا وسلاما على إبراهيم. يعني هذا التاريخ هو تاريخ دموي، التاريخ الإسلامي هو تاريخ دموي، التاريخ العربي هو تاريخ يعني متميز عن تواريخ الإنسان الذي يقطن هذه الكرة الأرضية، هو تاريخ يجعل منك إنسانا حزينا بالطبيعة، وحزينا بالسليقة، وحزينا بالجبلة كما يقال. إذا أنت حزينا وأنت متألم وأنت ترى خلفك لكي تحاول أن تبعث طريقا أمامك تصله، لكنك تصله طبعا، لكنك تعلم أن الدم لم يكن غاية في تاريخنا الإسلامي، يقول كثيرون وربما لا تخالفهم أنت أيضا ذلك القول. لم يكن غاية، لكنه كان واقعا وكان حزينا جدا. طيب، إذا أردنا الآن أن نستمع لقصيدة جديدة، المضمون والعنوان ومن ثم إلى النص، تفضل أحمد حضراوي. يمكن أريد أن نستمع إلى قصيدة جديدة مختلفة نوعا ما، قصيدة تفعيلة، وهي للجرح الأبدي الذي لم يلتئم بعد، الذي هو القدس. خذنا إلى هناك. والقصيدة بعنوان القدس. صمدت ولم تعرف سوى أنا في الصمود، القدس عاصمة السماء على الوجود، القدس مجمع بحر كل الدمع في حمر الخدود، طالت حكايات وما طالت كما خلف السدود، سور وإعصار وجرح دم وأفئدة الجنود،
القدس محرقة الدماء بقبر يحيى، زاده باختنصر بعض العقود، بحر الدماء وجرة الأقلام في عهد اليهود، محراب مريم والمسيح إلى الشرود، إكليل غار دمخته مسافة الإسراء في ليل السجود. القدس مهد، القدس مهد من حجارة صرخة طافت على سور الغواية عبر أسلاك الحدود. المئذنات تزف آذان النواقيس الجريحة فوق أكتاف الحضارة قبل ميلاد الرصاص وقبل ميلاد البنود، من قبل أن يتنزل البغض الملون بالتباشير الكريهة فوق أرصفة الجحود. طفل ترفرف روحه فوق الحجارة حول مقلاع لداود وحول زجاجة الملطوف والشال الجديد، كوفية بيضاء ينقرها غراب السوء بالكحل اللدود من بعد ما حفر القبور فكان خاتمة الشهود. وقوافل الإبحار نحو قوافل الشهداء تزعق بين أودية الخلود. العرب قد تركوا المساجد والكنائس والمعابد والكهوف، العرب قد تركوا الحياة ففألهم باء الحتوف. العرب خذلان يطوف سيل اللعاب على اللعاب إذا تعتق للظروف، والشارة النصرية العنقاء تهزأ باللحود. دالية تنمو على عبث الوعود، دالية تنمو على كأس الندامة والخمور، خلطوا الجنابة بالسياسة بالفحولة بالأمور، لكنما مقدارها صفر اضطرار، واستأسدوا لكنهم ليسوا أسود. العم ساموا يسومهم فصل القرار، زعموا بأن قراره كان انتصار، زرعوا المعابر ليس تذهب أو تعود، الموت يعبرها فتنفرد الإشارة في الجمود، ويمر قربان التحرر في زجاجات من الحبر الذي يجتر ميلاد البنود. يا وحده من مر من كنف العمالة والخيانة والكناية والسرود، المولد العربي أنثى وجهها ميزان عهد ليس تشبهها عهود. المولد العربي في كل الشوارع، في الرياض وفي أبو ظبي وقاهرة الحشود، الموعد العربي في اليمن السعيد، الموعد العربي في طهران في بغداد رام الله في الشام الكنود، الموعد القدسي يبدأ حيث تبتدئ الشهادة من جديد. ليل نعاقر خمره في ثوب عيد، عرب ولكن نحن من صنف العبيد، نبكي القضايا بالكمان وبالدفوف، ونزلزل الأرداف في مجرى النزيف، ونخاف لكن لا نخيف، ونضج في صمت الضجيج مع الوعود. عرب ولكننا تأمركنا أكيد، عرب عرابيد وعين عين النحيد، عرب رعانا الذل في بلد عنيد، والباء بغي ضميرنا الموسوم في عصر الجديد. عرب حضارتنا بكاء بين وادي البغي أو سفح النهود، ما أقبح الكلمات حين تعرف العرف الوحيد. يا قدس يا من وحدك النار الحديد، صهيا بقايا من كرامات القمامات التي صارت صديد. القدس إن القدس إن القدس بعد القدس ما كلما أزيد. في رحلة الإسراء طبع واحد وسنابك البوراق في السور العهيد، سبحان من أسرى بصرح سفارة الكوبوي نحو حظيرة البقر المسجى باصفرار العهد إن بقديمه أو ذلك العهد الجديد. عهد الكتابة فوق سفر ندامة الزمن الشريد، من أرسل الكوبوي مثل الدون كيشوت إلى طواحين الدماء تراق من جيل الوريد، من خول الدم كي يكون الدلو والبشرى لهيكلهم على أنقاض جامعنا البديد، من خول الأسطورة الحمقاء أن تئد التبتل والتوسل والتمثل في ظلال النخل والرطب المجيد، وأسى المخاض وبوح طفل المهد في الغار النضيد، من ظن يمحو ركعة للأنبياء بباحة الأقصى وأن يمحو السجود،
القدس ذاكرة القصاص وكل قسطاط شديد. القدس ذاكرة القصاص، القدس معجزة الخلاص، القدس ألم لا ينتهي إلا بسماع أصوات التكبيرات من ساحاتها، وقد عاد أهلها إلى رحابها ورفعوا رايات الانتصار محلقة خفاقة في ربوعها. أستاذ أحمد، هذا الحديث المؤلم عن القدس ربما يقودنا إلى توضيحات العلاقة ما بين الشعبين المغربي والفلسطيني، لا سيما وأن في القدس بابا يسمى المغاربة. فاجأتك بهذا السؤال، أليس كذلك؟ لا، هو يعني السؤال تفضل. مهم. لماذا؟ أولا لأن الحدود المغرب قديما مع مصر كانت ملتصقة، لم تكن هناك يعني حدود بعيدة، كانت خطوة واحدة وأنت في مصر. وعندما نقول مصر كانت هي مهد صلاح الدين الأيوبي، يعني هي العاصمة التي خرج منها، أو هي المحيط الذي خرج منه لكي يتجه نحو القدس. نعم. ولكي يحررها بعد معركة حطين. صلاح الدين الأيوبي لم يكن عربيا، كان كرديا. نعم. ولم يبتدئ الجهاد، وإنما الجهاد كان قد ابتدأ عماد الدين زنكي، ثم يعني مجموعة من رواد الجهاد الذين عرفتهم المنطقة في حينها، ووصول إلى نور الدين زنكي، ثم انتقل المشعل أو اللواء إلى صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي لماذا أكرم المغاربة، ولماذا كان يضعهم خلف ظهره ولا يلتفت نحوهم؟ لأنه كان يقول أنهم قوم مؤتمنون، أنهم قوم لا يغدرون. ونعلم أن يعني حتى الاحتلال سنة 1967، يعني عندما دخل موشي ضيان إلى القدس، كان أول أو من أول ما بدأ به هو هدم حي المغاربة. وأنا هنا لا أتحدث كمغربي، لأن هؤلاء المغاربة هذه وقائع تاريخية حصلت. نعم، لكنها وقائع تاريخية. نعم. ولو استطاعوا أن يهدموا باب المغاربة لهدموه. لماذا؟ لأن هناك رابط مهم وعميق وممتد عبر الزمن. يعني أنا كمغربي لا يهمني من طبع الآن في المغرب، سواء كان كذا أو كذا كذا. الفكرة باختصار أن هناك ما يربط الشعوب بهذه المدينة، هنا باب المغاربة، هنا حارة إفريقية وغيرها، إذن مرد كل الشعوب إلى هذه المنطقة، وهناك من الصهاينة أو الاحتلال الصهيوني يسعى قدر المستطاع لمحاولة إلغاء هذه الحقائق حتى يغيب القضية من وجدان الأمة وأهلها. لكن إذا أردنا أن نعود إلى فكرة المحبة والانتماء مرة أخرى أحمد، عن حب الشارع المغربي للكل العربي وليس فلسطين فقط، حدثنا عن هذه الروح المغربية. لو تجولت في أي شارع مغربي لوجدت أن المغربي يتحدث اللهجة الشامية أو يفهمها أو يتحدثها بطلاقة، يتحدث اللهجة التونسية ويفهم اللهجة الجزائرية ويفهم اللهجة الخارجية والمصرية، بمعنى أن الإنسان المغربي لا يفقد هويته لكنه منفتح جدا على العالم العربي. نعم. لماذا؟ لأنه يعلم أننا كتلة جغرافية واحدة. نعم. وحتى العراق أشبه البلدان العربية بالمغرب هو العراق. لماذا؟ لأن العراق هو ذرع الأمة الأيمن، في حين أن آخر نقطة أو آخر دولة في العالم العربي هو المغرب، فهو الذرع الغربي للأمة العربية. لذلك لو سقط المغرب لسقط العراق وسقط ما بينهما. وعندما للأسف الشديد سقط العراق وما زال ساقطا الآن بين الغرب والفرس وأبناء الداخل غير المستعربين، لابد وأنه سينهض يوما. أستاذ أحمد، هذه الحضارات هي مد وجزر. نعم. وعندما سينهض العراق سينهض العالم العربي من المؤكد، أن جميع الفتن التي تعرف والأمة العربية الآن بدأت بعد حرب الخليج الأولى والثانية. إذن كله صدى لما حدث في العراق، وعلى أمل أن يقوم هذا المارد من نومه الطويل حتى يعود إلى الأمة مجدها وسؤدودها. سنخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام الآن، ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. حياكم الله أعزائنا المشاهدين الكرام، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات ضيفنا من بروكسل عبر سكايب الشاعر المغربي أحمد حضراوي. حيا الله أستاذ أحمد مجددا إلى الشعر ولم نرتوي بعد، وإلى قصيدة جديدة. ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ إلى الشعر أستاذ أحمد، تفضل. دعوة ناسك. إلى هذه الدعوة خذنا وإلى ذلك الناسك. نبضي إليك كدعوة النساك، هل للصبابة غير وجهي رضاك؟ تغرين محرابي بتوبة مذنب ألف الضلال فكان مثل هداك. قد كان أصغر طهره متبتلا، كشف الحجاب ليختلي بهواك. في طلعة كالماء يغمر ثغره، في أوبة الظمأ العظيم أتاك. ما مر منه إليك من سيارة ما أورد حبلا يثير خطاك. بشرى لرق لم يزل أسرارهم تخفي لهيب الأرض حين طواك. كان الطريق إلى عزيزة قصرها ما غلقت أبوابها للقاك. قاتلت دونك ثم صرت بأسرها، والأسر أنت وسدرة الأشواك. أسريت بي رؤيا لكوكبك الذي سبر الجمال به وقال كفاك. ووهبتني خبز الجراح وصحبة كانت أسايا بموقد الأفلاك. فرعون حين رآك ضم جناحه وهوى علي بسيفه الفتاك. أوصى رفاتي أن يصير غبارها فقدا فصارت وردة لشذاك. أوصى رفاتي أن يصير غبارها فقدا فصارت وردة لشذاك. الله الله الله. لما دنا منها يعطر صبحه ألقا جنى من لحظ كحل باكي. وجهي تدلى من أنين سلامها، ذكرى تثور ولم تثر لسواك. وتحل بي في فيك قبلة مغرم بالبعث، هو البعث وليس البعث العراقي يعني، تفضل. بالبعث يسدل فوهة المسكات. لما رأى ذاتي بعين حبيبتي وهواي حاف بها كما الأسلاك. لفاض الذي قد ضل يذمر دهره يحكيه لكن لم يكن بالحاكي. قد كان هارونا وموسى لم يكن إلا أنا وعصاي تقرع الشاكي. فلقت له رشدا فكبت عبابه لأعود نحوك يونسا بدعائي. لأعود نحوك يونسا بدعاك. وما أجمله من دعاء، وما أحلاها وأرقها وأعذبها من أمنية. أستاذ أحمد، في زمن التغريب وضياع الهوية، ما المطلوب من أجل حماية اللغة العربية باعتقادكم؟ تفضل. أنا أعتقد أنه يجب أولا تحديد مفهوم التغريب. هل كل ما هو تقليد للغرب يسمى تغريبا؟ دعنا نتحدث عن التغريب الفكري واللغوي، محاولة الانسلاخ من اللغة العربية، الشعور بالعار منها. هناك فئة للأسف تفعل ذلك، غير آسفة على ما تفعله، فتجد أنهم يلحنون بالقول، يتعمدون لي أفواههم أو ألسنتهم للأسف ببعض المصطلحات لإثبات أنهم متمدنون، لإثبات أنهم أصبحوا أهل لغة ثانية وثالثة، ويشعرون بالتقزز للأسف من لغة الأمة التي يعتز بها أهلها وهي لغة القرآن. عن التغريب الفكري واللغوي وضياع الهوية، أو هناك من يمارس
فكرة إضاعة الهوية من نفوس أهلها وشطبها من نفوسها، ما الواجب من باب أن نقف درعا يصد؟ كيف نحمي العربية؟ تفضل. أنا أعتقد أن الكتابة على منوال الغرب ليست بذلك التغريب أو بتلك الخطر المهول إذا أخذنا منه كل ما يصل إلى قلب الإنسان، لأن كل ما يصل إلى قلب الإنسان من فكر أو تنوير هو نص عالمي ومن ضمنه النصوص العربية. كل ما ينفع لا ما يشوه. طبعاً طبعاً. نعم. وما يضيف ما يضيف إلى إليه. لأن لماذا؟ لأن تقزيم اللغة العربية في حد ذاته هو نظري تطبيقي، لا أحد يستطيع أن يقزم الهوية العربية. لماذا؟ لأن الهوية العربية هي ثقافة واسعة متجذرة، هي دين. نعم. دين لديه كتاب، هي سياسة قديمة ممارسة في العالم العربي منذ مئات السنين، ولا يجب أن نربطها أبدا بالقومية. أحسن. كذلك أن اللغة العربية هي لغة تحمي نفسها بنفسها. الله. سواء في علم اللسان، سواء في المعجم مثلا، إذا أخذنا المعاجم العربية فهي تعد بالعشرات ابتداء من قاموس العين الذي كتبه الفراهيدي. إذا دخلنا علم السيميائيات فسنجد العجب العجاب. لكن قد يقول قائل أستاذ أحمد، ما قيمة المعاجم إذا هجرها أهلها مع تقدم السنوات مثلا؟ طبعا، لكن الحافظ أكثر من كل هذا. نعم. هو صاحب القول إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن هذه الأمة لديها كتاب مقدس، لديها خاتم، يعني الكتاب موفقة. نعم. فالقرآن الكريم بحد ذاته هو الحافظ للغة، هو الحافظ لمخارج الحروف، هو الحافظ للمعاني، هو الحافظ للتاريخ وللقيم الإسلامية. أحسنت يا أحمد. حافظ كذلك لرؤيتنا نحن الذين كانوا قبلنا ولما سيأتي بعدنا. لذلك أن اللغة العربية أعتقد لا خوف عليها ولا هم يحزنون. ولن نحزن طالما أنك بحضرتنا يا أحمد، حد راوي إلى حضرة الشعر وفي حضرتك أيضا، وقصيدة خذنا من خلالها إلى الوطن وكيف تراه، إلى أي وطن تحب، خذنا إلى قصيدتك التي تعد وطنك الثاني وربما كانت الأول. كنت قد حضرت قصيدة بعنوان موعد الشيب. تفضل. قصيدة غير، لا أعتقد أنها وطنية. ربما كنت من خلالها تستثمر في وطنك الآخر أو غير ذلك. تفضل اقرأ. ما تحب. إذن عاد الزمان لأول الصفحات. نعم. ليسطر الإيهام في كلماتي. عاد الزمان إلى بدايته التي كتبت لتصبح آية الإثبات. لما مشى القلب الجنين لحضنها كي يدفن النبضات في النبضات ويعلق المعنى على ألفاظها كحلا يحيط بأجمل النظرات. كانت هي الماضي الذي لم يضنني إلا لصمت في جنون سماتي. لو أن قرع الحب أثلج أرضنا لاشتد يمضي فيمشي ثابت الخطوات. لكنها كانت حذاثة حجزنا وصبا تعثر في تمخض ذاتي وضباب بين يميننا وضياعنا في موكب الآلام والآهات. وقفت بنا الساعات تنذر أننا في دورة البندول والغفلات. حتى إذا نسجت بريق وجومنا للمرتين بدقة الأوقات. كانت طريق كل منفى عاشق طرق الغياب بنزعة الهفوات. كبر الأنين بسفرنا وتبللت صلواتنا بسحابة الدمعات. وسبيلنا قد صار رقعة حامل للشوك يفرشه بلا زهرات. نثر السراب فكلنا طيف له وجميع ما قد ضاع نصف حياتي. وجع الزمان غدا لنا القدر الذي عشناه آمنا به بسكاتي. لم تفت في وجهه بل أننا كنا له القرطاس مثل دواتي. كتب القرطاس أكمل مثل دواتي. كتب الكثير بنا فكنا لوحه
أسطورة للنار في الجنات، نتصنع العمر الجميل ونحن ما كنا سوى جسر من العبرات. الله يا صبر القلوب صراخها في جرعة مسلوبة الكاسات. الله يا وطن الشتات، وصلنا إلى الوطن. الله يا وطن الشتات، وحسرة طالت فصارت أعظم الحسرات. الله يا وطن الشتات مجددا، وحسرة. الله يا وطن الشتات، وحسرة طالت فصارت أعظم الحسرات. يا الله. الله يا سن النبوة لم أثق أن أقرأ الهذيان في خلواتي. عد بي إلى 20 عام قد مضت، بل للصبا وبراءة القبلات. عد بي وعد حقيبتي قد سافرت للقائها وبريدها شيباتي. خذني لأرض الأمس حيث حقيقتي في موسم الأشعار والضحكات. عد بي لأرض الهمس حيث طفولتي ولمهد حبي صار لي ويلاتي. تلك الطفولة أنبتت قلبا هما في حبها، فارجع إليه وهاتي من ذلك الزمن البعيد حكاية بدت ولكن في القريب الآتي. في القريب الآتي، وحتما سيكون هذا الآتي قريبا. أحمد حضراوي، أريد منك الآن رسالة مفتوحة إلى كل المعنيين بالأدب والمشتغلين عليه أو فيه إذا أحببت، ماذا عساك قائل؟ هي ستكون نصيحة أبكم لقوم خرس. يا الله، غريبة هذه التوصيفات، لماذا رأيتها كذلك؟ لأننا نتحدث عن الكتابة في مجتمع للأسف الشديد لا يقرأ. أنا لست سبارتاكوس كي أنصح، والدين نصيحة والنصيحة دين، لكن ما أستطيع أن أقول هي فقط كلمة عابرة في قلوب المبدعين ومنيرة في عقول المفكرين وشفافة في كل من يريد أن يتأمل الحياة بشكل إيجابي وعميق. هذه الكلمة هي شد على رهافة الحس بالكلمات العالية، ولا تشد عليه بالكلمات العابرة. الوقت معك يمضي سريعا للأسف أحمد حضراوي، يبدو أننا في حضرة النص الأخير الآن أيها المغربي الجميل. وصلنا إلى القصيدة الأخيرة، ماذا ستقرأ علينا مختتما هذا العدد الذي كان متميزا بك حقا؟ تفضل. شكرا صديقي. لكن أستأذنك أن يكون قصيرا لأن الوقت يدهمنا أو يداهمنا كي لا يغضب أهل اللغة والمتشددون فيها. تفضل أحمد. للحب في شفة السؤال سؤال، ما زم صمتا صمته سيقال. ألوان ذاك البوح دمعة معبر لمسالك قد صدها الإقبال. عتبات ليلك نبع كل بشارة تنمو بجذع عناقه الأحبال. وبصبر طول مقامه قبل ترى بين الظلام فتسقل الأحوال. كان اللقاء وكنت أول برزخي وعصارة التأويل حين تنال. والأحمر المنحوت في الشفة اللمتي حملت رضابي نحوها ينهال. الآن أرهق كل طهرخ كتابتي في محفل صلواته أشكال. ما بين أعمدة الرمال ودمعها وبيان ما قد زم فيه نزال. ما أجملك يا أحمد. كلمة أخيرة في ختام هذه الحلقة من بيت القصيد، ما الذي تود أن تضيفه؟ أشكر قناتكم التي تهتم بالشعر وتهتم بالقصيدة، وأريدها فقط أن تبذل جهدا من فضلكم، أن تبذلوا جهدا لكي تهتموا بمبدعي المهجر. ذلك أن الجالية العربية في أوروبا وفي أمريكا، خاصة في أوروبا، هي جالية كبيرة جدا، خاصة تلك الهجرات الكبيرة التي حصلت بعد فتنة الربيع العربي. إذن هنالك بعد أحداث الربيع العربي
لك طبعاً. أن تقول ما تقول وللآخرين أيضا أن يروها كيفما يحبون. أكمل يا أحمد. طبعا صدقت، يعني هناك فئة مثقفة مهاجرة في أوروبا تكتب باللغة العربية وتنتمي إلى العروبة وتنتمي إلى الشعر العربي، فحبذا لو تسلطون عليه الضوء أكثر وتهتمون به أكثر، لأن الشعراء لا يقيمون فقط. أحسنت يا أحمد، إذن هو هم مشترك ومهمة مشتركة كذلك، ونحن من هنا نعلن استعدادنا لاستضافة مختلف الشعراء المقيمين بالمهجر، وربما كان هذا من الجهد الذي تفرضه أنت على نفسك. لاحقا ننسق ذلك معا، وجاهزون نحن من خلال الرافدين وفي هذا البرنامج لاستضافة كل من يستحق أن يصل بصوته وكلمته وإنسانيته وأخلاقه وقيمه للناس. شكرا جزيلا أحمد حضراوي. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد. في هذه الحلقة كان معنا أحمد حضراوي من المغرب، وهو شاعر مغترب مقيم في بروكسل. في الأسبوع المقبل سيكون موعدنا والشعر مجددا، لكن رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.